السلام عليكم ولادي تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. السلام عليكم خواتاتي. اليوم إن شاء الله بفضل الله تعالى وجوده وبنه وكرمه غادي نديرو هاد نقراو سيو نقراو هذه الصفحة تعني أنا مي يعني أنا my family يعني عائلتي and my friends و أصدقائي. هذا شو رانا نشوفو هنا يا ولادي؟ رانا نشوفو عائلة family. شو رانا نشوفو هنا يا الأب؟ يعني هذا الفاذر هي تنكتب father بالصح في British accent يعني في اللغة الإنجليزية نقراوها father الار التالي ما ينطقش father. هذه mother هي تنكتب mother بصح تنقرا mother. هادو الاولاد children هادو الاولاد. هنا شعال كاين three children هنا كاين هادو نقول لهم sisters أخوات. أوكي هادي نقول لها sister وهذا نقول لها brother كما قلت لكم sisters ولا sister تنكتب sister بصح هنايا نقراوها sister وهنايا نقولو brother بصح هي تنكتب brother. أوكي هادي برك في البداية. وهنا نقرأ هذا مستر سيدو السيد سيدو. هنا يا ميسيز سيدو السيدة سيدو ميسيز سيدو مستر سيد سيدو. أوكي أنا هذا الطفل الكبير الولد الكبير نقول له ياسين هادي نعيطو لها مريم هادي مريم. أوكي وهادي ليليا هادي ليليا. listen and repeat اسمع وعاود تقول مستر سيدو ميسيز سيدو ياسين مريم and ليليا. أوكي هادو the family members يعني أفراد العائلة. أوكي هذا هو الصفحة تاعنا صفحة 8 قريناها. قروا دائما معايا مستر سيدو ياسين مريم ليليا. أوكي تمنى ولادي قريتوا معايا خواتاتي تاني قريتوا معايا وإلى دروس مقبلة إن شاء الله. إلى عجبكم الفيديو جام اشتراك لي برش بشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.